Kings of the Dribble، فعالية رياضية أقيمت في إسرائيل بمشاركة كل من الأسطورة البرازيلية رونالدينيو وفالكاو، نجم كرة القدم لصالات، وغيرهم من نجوم رياضة الفريستايل من البرازيل في قاعة مينورا الرياضية في تل أبيب. أنا سعيدة جدا لوجودي هنا، الملعب ممتلئ وهذا يبعث السعادة، وأنا مسرورة باللعب هنا في إسرائيل، الجو رائع، ألعب هنا نوعا مختلفا من الرياضة عن المعتاد، لكنني لعبت هذه الرياضة من قبل في البرازيل ومتحمسة أن أبدأ الآن. وجمع اللقاء بين مختلف تخصصات كرة القدم، المراوغة التي تجمع بين كرة القدم واللياقة، والكرة الحرة، ورياضة البوشيفالي وهي الكرة الشاطئية، وتسمح القواعد في هذه اللعبة للجمهور بالاستمتاع بالعديد من المراوغات والعديد من الحركات الرائعة. فعالية اليوم ليست كرة قدم عادية، بل إنها نموذج من رياضة الفريستايل والتي تجمع كرة القدم وكرة الصالات ورياضة البوشيفيلي وهي كرة الشاطئ، وهدفنا إمتاع الجماهير التي حضرت هنا لتشاهد أمورا مختلفة. طوابير عشاق الرياضة تكدست بآلاف الجماهير إلى الصالة الرياضية في مدينة تل أبيب لمشاهدة الساحر البرازيلي رونالدينيو الذي يزور إسرائيل ويشارك في مباريات خيرية فيها للمرة الرابعة خلال 5 سنوات. هذا أمر مثير وممتع، وجود نجم كبير كرونالدينيو هنا. انظر إلى المدرجات الممتلئة بمشجعي البرازيل ونادي برشلونة إلى جانب أطفال صغار لم يكونوا موجودين عندما لعب رونالدينيو، وهذا دلالة على عظمة وسحر وعراقة هذا اللاعب. هم سمعوا عنه قصصا من أبائهم والآن هو هنا أمامهم، وهذا أمر ممتع. وخطف الأنظار كل من النجم البرازيلي فالكاو والذي يعتبر أفضل لاعب في العالم لكرة الصالات، والنجمة البرازيلية الشهيرة ناتاليا جيتلر أفضل لاعبة كرة شاطئ في العالم، لذين أدهشا الحاضرين بحركاتهم ومراوغاتهم المذهلة بالكرة. على الرغم من اعتزاله كرة القدم قبل 7 سنوات، إلا أن الأسطورة الحية والساحر البرازيلي رونالدينيو غاوتشو لا زال يجذب آلاف الجماهير من عشاق كرة القدم في كل مكان. وسام كبهة من مدينة تل أبيب لقناة I24 News.